انتهى تساقط المطر وأرسلت السماء أشعتها الذهبية إذانا بإعلان جديد للمتعة، لوحة ربانية لا تشاهدها إلا في مأرب مع دخول فصل الربيع. على هذه الصحراء تظهر الكثبان الرملية كما لو أنها رسمت بريشة فنان بعد أن تكون السيول قد شقت طريقها من الجبال المحيطة، فتكتمل الصورة آخذة معها المواطنين في طريق البهجة إلى حيث لا يمكنهم تجنب هذه اللحظات الاستثنائية. يخرجون أبناء محافظة مأرب إلى الترفيه على أنفسهم، ويخرجون بالمئات إلى هذه الأماكن التي ترونها لقلة الحدائق والمنتزهات. هنا تبدأ أيام التنزه برفقة العوائل، وفي هذه الأيام من كل عام يصطحب الأهالي أسرهم وأيضا القادمين من المحافظات الأخرى إلى الصحراء للاستمتاع بطقس مأرب، وهي فرصة لقضاء أوقات المرح في ظل قلة الحدائق والمتنزهات في مأرب. نخرج لنتفسح في الأجواء هذه الرائعة، وأجواء مأرب لها يومين أصحاب المأرب يعيشون بهذه الأجواء، وهذه السيول تنزل من هنا أمطار. من ضمن زوار الصحراء في هذه المناسبة فئة الشباب الذين يرونها فرصة لهم ليعبروا عن فرحهم واستبشارهم بموسم الأمطار، لكن على طريقتهم. يخرج الجميع إلى الصحراء تعبيرا عن الاستئثار بأوقات قلما توجد هنا في محافظة مأرب، لكنها على الرغم من ندرتها إلا أنها تمثل لهم الشيء الكثير في ظل ما تشهده المحافظات الأخرى من حرب تسببت به الجماعة الإنقلابية لتحرم المواطنين من الهدوء والاستقرار بهذه الأجواء الطبيعية.